الدرعي ليقدم لكم كلمته الخاصة بهذه المناسبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدات والسادة ممثلي وسائل الإعلام، اسمحوا لي بداية أتوجه بالشكر لكم جميعا لحضوركم معنا اليوم في جناح شركة هندات. كما يسرني الترحيب بالشيخ فهد العلان والشيخ يوسف المجدوعي على حضورهم ومشاركتهم معنا في هذه المناسبة. كعادتها هيونداي حرصت ان تقدم في معرض السيارات الدولي احد منتجاتها انطلاقا من ايمانها باهميه السوق السعودي التي تحتل فيه منتجات اعلى المراتب من حيث المبيعات والاقبال الجماهيري. ويسرنا ان نعرض في هذا الحدث الدولي سياره هيونداي البيئيه المبتكره ايوني الهجينه في خطوه تعكس الاهتمام المتزايد بالسيارات الكهربائيه في منطقه الشرق الاوسط، وتاتي تجسيدا لنهج هيونداي المرن والرامي لتحقيق رؤيتها للتنقل المستقبلي المستدام بيئيا. تاتي هيونداي ايونيك هايبريد بمحرك 1.6 جي تي اي وبقوه 105 حصان مع 6 سرعه وكلتش ثنائي. كما نعرض اليوم في معرض السيارات التشكيلة الكاملة لسيارة هيونداي ومركباتها الـ SUV وعلى رأسها سوناتا المحدثة كليا والتي أطلقناها مؤخرا، وسيحضر زوار جناح هيونداي بالاطلاع على إصدار التيربو بحمد الله إطلاق السيارات التيربو